بون أزول فلاون، السلام عليكم. بعد ما جئت شركة موبيليس كنت صرحت لبعض وسائل الإعلام بأني سأتخلى على أسهم لشركة، وبعد الجمعية العامة التي أقيمت يوم 20 ديسمبر 2023، حيث أقترح من خلالها رئيس المدير العام شوقي بوخزاني على كل المساهمين اللي كانوا حاضرين في الجمعية العامة بكي يتنازلوا على أسهم لشركة، وأنا لم أتردد ولو دقيقة لقبول العرض اللي راح يكون إن شاء الله في مصلحة شباب القبائل. واليوم فعلا تنزلت على الأسهم بدون مقابل، وسأبقى مشجع وفي للفريق، وأكون دائما لجانبه. وأشكر بالمناسبة سيد الرئيس المدير العام لشركة موبيليس لدعمه ووقوفه مع الفريق، وإن شاء الله العودة لكل مطالب الأنصار، إن شاء الله كل العودة إلى الألقاب والانتصارات. وإحنا الفريق هذا نحبوه، وكما نقولوا اليوم راني مرتاح باسكو الفريق راهو بين ايادي امنه، وان شاء الله مطالب الانصار الفريق يولي للقمه، باسكو الفريق هذا ما يستاهلش واش هو يصرى له. وان شاء الله كل المساهمين اللي يحبوا الفريق يتنازلوا، وكاين بزاف المساهمين اللي راهم اليوم راهم تنازلوا، وان شاء الله الفريق يعاود يولي لسكت الانتصارات ولا سورتو الالقاب مطالب الانصار. وحنا واش نقول لكم اليوم تما درنا حاجه اللي ان شاء الله تكون فالخير على الفريق، ونقول لكم فيف لاجيري وفيف لاجياسكم.